يعني دي دي حضانة كمان بيبيض فيها احسن من الصفايح والدلاجة. بالظبط. بيتحط له عود قش او حاجة؟ عود قش او شوية تبن من بتاع الغلة. اه تمام، يعني تبقى حاجة قليل من حلوة. التبن يتحط هنا اه وتنام الحمامة فيه وعشان تبيض. عشان تبيض على حاجة كويسة يعني صحي. بالظبط. لا هي صحي. اه بيبقى في الشتاء دافي وفي الصيف مش سخن زي الصيف. يتلائم مع البيئة وما بيتلائم يضرش الحمام. ما يضرش الحمام. تمام. دي حاجة. في منها أحجام بقى، يعني دي حجم بتحط في العيون اللي بيعملوها الخشب. تمام. سلام. وفي منها حجم كبير بتحط على الأرض للحمام اللي ما بيطيرش، اللي هي السلالات الغالية اللي تمام. اه الحمام اللي مش بيطير. الحمام اللي مش بيطير. تمام يا فندم. أفضل بقى من الصفائح البلاستيك ونفس البلاستيك. لا بالظبط. أو الصفائح الصاج. الصاج. آه. لا جميل جميل. حضان فعلا. وطبعا لما تطلع كتاكيت الحمام آه بتبقى برضو تلاقي بيئة مناسبة، بيئة صحية مفيدة. بيئة صحية. لا. قلت لي سيادتك دي آثار الزرع؟ دي آثار الزرع فخار. آه. او السيس، احنا بنقول عليها في الزراعه السيس. آه. اما هي قصريه لان هي عفوا ليها ثقب تحت. ايوه ليها ثقب عشان تسريب المياه الزائده. اه وهي اصلا الفخار بطبيعه الحال بيبقى فيه مسام بيهون فيها التربه. ما في، وهو مفيد للزرع اصلا. آه. انما للصفائح بخلاف الوقت الاثار او الاسس البلاستيك والصاج وصفائح السمنه اللي بيزرعوا فيها. تمام يا فندم. والكاس البلاستيك اه مش تبقى، ما بتبقاش حنينه زي التربه. تمام على تمام الأرض. يبقى ده الاثار الزرع او الاسس. ايوه بيبقى فيها مسام كده. ما هو يا فندم اه وفيها ثقب اصلا برضه. جسم الفخار نفسه بيرشح ميه، بيهوي الميه. اذا كان الفخار مفيد للانسان مش هيبقى مفيد للنبات؟ نعم. يعني هو سيادتك مفيد للانسان نفسه. ايوه. يبقى سيادتك قلنا دول اثاري، وده تاني مره تانيه دي حضانه حمام. حضانه حمام. آه. وانت قلت لي دي الاجزاء دي ضد القرميد. القرميد او القراميد. اه القرميد او القراميد ده. القراميد دي عندنا في قصر في المنصورة اسمه القصر الأحمر، معمول بالقراميد دي. اه يعني قصر مشهور أسل معمول بالقراميد. شكرا سيادتك يا فندم. شكرا.